قيمه لنا حاله التمرين، حاله اللعيبه، تفكير الكابتن محمد يوسف في المرحله القادمه، الشغل اللي بيحصل في الملعب، كل ما يشمل تدريبة النادي الأهلي نقله لنا كريم، بنشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح لخبر من الأخبار الجميلة اللي دايما بتحس إنها بتقرب الناس، ختام دورة عائلة الأهلي الرمضانية اللي كان بينظمها النادي الأهلي ومجلس إدارته، ودي من الحاجات اللي دايما بتلم الشمل، دايما بتبقى أنت في شهر رمضان بتشوف عيلتك، بيبقى ممكن إن أنت بتبقى في بعض الأمور عندك شغل في الأيام العادية، ولكن في رمضان بتشوف العيلة، دايما بيبقى رمضان بيقرب الناس، وده اللي صراحة مجلس إدارة النادي الأهلي حطه في الأذهان أيضا، واشتغل على موضوع دورة عائلة الأهلي عشان تبتدي الأمور داخل النادي الأهلي، الأعضاء بتتقارب، مجلس الإدارة بيخش أيضا في هذه الأنشطة مع الجماهير، الدنيا بتبقى جميلة وأجواء جميلة داخل النادي الأهلي اللي كل دوراته صراحة السنة دي كانت على أعلى مستوى. خلينا نتكلم ان يومها الختامي في مساء امس احد المباريات الختاميه العديد من المراحل العمريه مع توزيع الكؤوس وسط حشد كبير من اعضاء النادي اللي حرصوا على متابعه اليوم الختامي. كانت الدوره على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. مرحله البراعم هم مقسمين الدوره لكذا مرحله من البراعم حتى الكبار. فريق المارد الاحمر، يعني حتى الاسامي اللي هم مسمينها حتى على اسم النادي الأهلي بالمركز الأول، بينما حصل فريق تشامبيونز على المركز الثاني، بينما جاء فريق تربو في المركز الثالث، والثلاث أسماء تليق على النادي الأهلي، فدي حاجة من الحاجات اللي جميلة اللي بتبقى دايما الناس بتفكر فيها. ومنافسات بقى مرحلة الناشئين، مباريات قوية جدا، وتوج بلقبها فريق الأسطورة، بينما جاء فريق هيما في المركز الثاني، وحصل فريق الملوك على المركز الثالث. مرحلة الشباب، المركز الأول فريق ليفربول، بينما جاء فريق تانجو في المركز الثاني، وفريق الأسطورة ثالث. مرحلة بقى فوق 29 سنة، فاز بالمركز الأول فريق أورنج، بينما حل فريق برشلونة في المركز الثاني، وفريق توفيق حصل على المركز الثالث، وتوزيع الميداليات على الفرق الثلاثة الأولى لكل مرحلة. كان في أيضا توزيع للهدافين وأفضل لاعب وحارس مرمى، يعني الدورة تحس إن أنت في بطولة رسمية. في مرحلة الناشئين، يوسف إسماعيل من فريقه على لقب أفضل لاعب، وحصل عبد الله فوزي من فريق الأسطورة على لقب أفضل حارس مرمى، بينما حصل زميله عمرو محمد على لقب الهداف برصيد 10 أهداف. ومرحلة الشباب، فاز أحمد عبد العظيم من فريق ليفربول بلقب أفضل لاعب، بينما نال أحمد عصام على لقب أفضل حارس مرمى، وعمرو مصطفى من فريق الصوغة خد الهداف وجاب 16 هدف، ده حاجة جميلة جدا. أما فوق بقى 29 سنة، فاز بلقب أفضل لاعب صالح محمود من فريق أورنج، بينما حصل زميله حازم صلاح على لقب حارس مرمى، وتوج خالد حمدي من فريق توفيق بلقب هداف برصيد 8 أهداف. ويعني ادينا بقى بنقول الاسماء عشان الناس كلها تبقى مبسوطه وتحس بقى انها كده ايه اجتهدت وتاخد حقها كمان في وسائل الاعلام. مهندس خالد مرتجي والاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق قنديل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ محمد مرجان مدير التنفيذي، كابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن فتحي مبروك، كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، و طبعا عشان شريف اكرامي موجود في كاس العالم راح لهذه الدوره وكان عمل ضربه البدايه، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. عندنا تقرير عن هذه الدوره نطلع نشوفه، واوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديد. من الحاجات الجميلة اللي حصل السنة دي دورة رمضانية اللي حصل فيها، يعني كان فيها نوع على فكرة من الحماس والفرق عمالة تتبارك كلها انها تكسب، وفي جو عائلي تحت عائلة الاهلي، فحاجة جميلة وان شاء الله تتكرر كل سنة. في مواهب رائعة، وكابتن فتحي مبروك حاضر وكان عمال يبص على بعض الاشبال الصغيرين، وفي نفس الوقت في الناس مش اوفر ايج، مش فوق السن يعني، لكن اللي عايزين يمارسوا رياضه بطريقه جميله كانوا متواجدين، لهم تواجد حلو برضو يعني. اليوم جميل وختام جميل،
واحنا شفنا يمكن مباريات فيها اولاد صغيرين وفيها شباب وفيها اعمار كبيره، فاذا كانت بتدل فعلا ان عائله النادي الاهلي بتجمع كل العناصر وبتجمع كل الاعمار السنيه في يوم جميل زي كده، انتهى النهايه جميله جدا وتوزيع الجوائز والناس مبسوطه جدا بهذا اليوم، واتمنى ان شاء الله تكراره في المرحله القادمه ان شاء الله. عجبني واحد مش عايز طبعا اذكر اسمه، واقف على يميني وشايفني وانا بتكلم، يعني عجبني ستايله كده، فعلا ينفع النادي الاهلي في المرحله السنيه اللي هي 2001 ان شاء الله. من اول دقيقه كده حسيت ان هو عنده فكر استوبر يعني، فيوسف لعيب كويس وان شاء الله يبقى ان شاء الله معانا الفتره القادمه ان شاء الله. بشكر اعضاء النادي الاهلي لان اعضاء الاهلي ادوا رونق لهذا اليوم الجميل وادوا رونق للنهايه الجميله اللي احنا بنتمتع بيها في هذا اللقاء وفي هذه الامسيه الجميله. انا دايما بشكر اعضاء النادي الاهلي ان هم دايما بيساهموا في المكان، بيساهموا في رفعه المكان، بيساهموا في النادي، في جمال النادي الاهلي ورونق النادي الاهلي، ونادي الاهلي نادي بطولات من خلال جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. الحمد لله كان تجمع الشبابي زي ما انتم شفتوا محترم جدا، 59 فريق، 520 لاعب، تواجد الحمد لله اعضاء مجلس الاداره، تواجد لكابتن فتحي مبروك، اعضاء لجنه كوره موجودين، بعض العناصر انا شفتهم وهم بيتبادلوا معاهم، وطبعا ده مكسب كتير جدا بالنسبه لنا ان احنا نبتدي نبص على ابناء النادي وابناء الاعضاء. في خلال رمضان قدمنا فعاليات من خلال لجنه المراه ومن خلال لجنه الشباب والدوره، كان تجمع اجتماعي ممتاز جدا 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 زي ما انا قلت قبل كده، برضه دي مجرد البدايه، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هنطور برنامج عائله الاهلي وهيتسع مجال الانشطه الاجتماعيه لكل الاعضاء ان شاء الله. كنت بشارك في دوره من 12 ل 14 سنه ومنظمه اللجنه العليا، ولازم نشكر اللجنه العليا اللي هي نظمت لنا الدوره دي، عشان لولا الدوره لولا اللجنه دي ما كناش احنا دخلنا الدوره. كانت كويسه قوي، كانت في نفس الوقت صعبه وكويسه، واحنا الحمد لله خدنا مركز اول وكده. البطوله السنه دي بطوله منظمه جدا مش زي السنه اللي فاتت، وكابتن فتحي مبروك كلمني عن موضوع النادي الاهلي، ووالدي قبل بعد الماتش قال لي انت في حاجه كويسه هتجي لك، وبرده كابتن بتاعنا كابتن مومن قال لي نفس الموضوع، في حاجه كويسه هتجي لك بعد الماتش، وبقول له هارد لك الفريق نهيمه وجود لك الفريق دستور. الحمد لله احنا يعني كنا كويسين الحمد لله في الدوره من اول ماتش، واحنا بنحاول ان احنا نوصل الفاينل وناخد الفاينل الحمد لله، بس انا ما كانش تركيزي ان اخد احسن حارس مرمى، كان تركيزي ان انا اشيل الفرقه ان انا اوصل الفاينل ونكسب الدوره دي زي السنه اللي فاتت. انا اول سنه معاهم، بس الحمد لله يعني كله فضل ربنا، بعد كده بتعبنا. لعيبه في حارس النادي الماشيين الصغيرين اللي هو من 2004 ل 2006 فريق اسمها شامبيونز، وخدنا الثاني في البطوله. بطولة حلوة وجيدة، تنظيم أكتر من رائع، بطولة يعني مفيش مواعيد مختلفة والحكام حلوين ومفيش أي حاجة مختلفة. شاركت في البطولة فرقتي المارد، مع فرقتي المارد خدنا البطولة الحمد لله. اسم الفريق أسطورة، واحنا وصلنا للمركز، خدنا المركز الثالث الحمد لله، وأنا أخدت الهداف بتاع البطولة الحمد لله. وبطوله حلوه، اول سنه تبقى منظمه كده حلو، الحمد لله نشكر كابتن بيبو ان هو عمل كده الحمد لله، يعني هي احلى سنه اتعملت فيها. احنا فريق الاسطوره المركز الاول تحت 17 سنه، الحمد لله خدنا المركز الاول تحت 17 سنه. مرحله سنيه تحت 17 سنه، والحمد لله يعني احنا لعبنا كويس وكسبنا يعني كل الماتشات الحمد لله، بس اخر ماتش ده يعني اللي هو اللي ما كانش قوي، بس الحمد لله برضه كسبناه. يعني احنا فريق الاسطوره من فريق الناشئين، دخلنا اول بطوله كانت صعبه، بس كانت المنظمه كانت التنظيم بتاع البطوله كان احسن بكتير من السنه اللي فاتت بكتير، والحمد لله خدنا مركز اول الحمد لله.